تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إلى المغرب مساء يوم الأربعاء المقبل لخوض مباراة الإياب أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بنتيجة 1-1 قبل أن يخوضا مباراة العودة على ملعب محمد الخامس يوم السبت المقبل، حيث يحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة بالمغرب من أجل الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.